وللحديث عن الذكرى السابعة لمجزرة الحويجة ينضم إلينا عبر الهاتف أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل. أستاذ يحيى مرحبا بكم. يعني 7 سنوات مرت على مذبحة الحويجة والتي راح ضحيتها العشرات ما بين شهيد وجريح في محافظة التأميم. بعد كل هذه السنوات أستاذ يحيى، هل ما زال الشعب العراقي ربما يصدق رواية الحكومة وتبريرها لهذه المجزرة؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أخي الكريم، عندما انطلقت المقاومة ضد الاحتلال فإنها انطلقت من أجل العراق كله، لم تنطلق من أجل مكون أو مذهب أو عنصر أو ديانة معينة. وعندما انطلقت الاعتصامات والتظاهرات والاحتجاجات في المناطق الغربية فهي انطلقت من أجل حقوق العراقيين بكامل مكوناتهم وأديانهم وأثنياتهم. وعندما جاءت هذه الانتفاضة الأخيرة فإنها جاءت مكملة لما قامت به هذه الاعتصامات، والتي كشفت عورة هذا النظام السياسي البائس الذي يتغذى على دماء العراقيين وعلى مآسيهم من أجل مصالحه الشخصية والحزبية. لذلك فجريمة الحويجة هي جريمة معروفة للعالم كله ضد أناس سلميين وقفوا من أجل حقوق العراق بأجمعه، ولم يقفوا من أجل مصالحهم الخاصة. لذلك هم لم يحملوا السلاح ضد القوى الأمنية وميليشياتها وميليشيات هذه الأحزاب أو دكاكين الأحزاب التي جاء بها الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني ليسلطها على مقدرات الشعب ولترهن قراره السياسي لصالح الولي الفقيه أو غيره من الذين ينتسبون إليهم هذه الأحزاب وينفذون تعاليم مخابرات دولهم على حساب أمن الشعب العراقي وغذائه وثرواته. أستاذ يحيى، النور المالكي وقواته استفردوا بالمدن المنتفضة مثل الحويجة وديالة والفلوجة، وذلك تحت ذريعة محاربة الإرهاب. الآن الشعب العراقي كله في خندق واحد، هل يمكن وصف ما يحدث الآن في العراق بأن المنتفضين هم يمثلون الإرهاب على حد يعني وصف بعض الأحزاب السياسية التي تحارب المنتفضين وتقتل؟ خاصة نحن شهدنا يعني قبل يومين استشهاد متظاهر وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح. أخي الكريم، هذه الأحزاب عندما جاءت مع الاحتلال لتدمير العراق أصبحت بوجه أسود أمام الشعب. لذلك لبست قميص الطائفية لتقول لهذه الطائفة نحن جئنا من أجلكم، لم يأتوا من أجل العراق. وكان يريدون أن يمرروا هذه الكلمات على الناس السذج. لذلك عندما حاربوا المناطق الغربية أو هذه المناطق المنتفضة كانوا يبررون لمناطقهم أو أبناء مذهبهم بأنهم يقاتلون دفاعا عنهم خوفا من عودة نظام على النظام السابق أو كما يرددون هذه الأسطوانة المشروخة. ولكن عندما قامت انتفاضة ثورة تشرين الآن أصبح معلوم لكل الشعب العراقي بأن هؤلاء الطائفيين ما جاءوا إلا لمصالحهم الخاصة وإلا لمصالح الأجنبي الغادر الذي جاء ليستثمر ثروات العراقيين على حساب مستقبلهم ومستقبل أجيالهم. أستاذ يحيى، هناك من يرى أن ثورة تشرين المباركة هي تراكم الغضب والمطالبات التي بدأت في الحويجة وغيرها من المدن المنتفضة والتي لم يلتفت إليها شركاء العملية السياسية، لكن هنا إلى أي مدى ترون أستاذ يحيى أن الغضب الكامن منذ عام 2013 في المجزرة التي حصلت في الحويجة هو الذي فجر، وغيرها طبعا من الانتفاضات في المدن المنتفضة، هو الذي فجر ثورة تشرين في عام 2019؟ أخي الكريم، ثورة تشرين في 2019 هي امتداد للانتفاضات والاعتصامات والتظاهرات التي قامت في المنطقة الغربية،
والتي كانت هذا النظام الطائفي البائس وهذه العملية السياسية المقيتة تحاول أن تلبسها ثوب الإرهاب. لذلك عندما وصلت الأمور إلى منتهاها ورأى العراقيون بأن هذه الطغمة الفاسدة ما جاءت إلا لتسرق ثرواتهم على حساب دمائهم، انتفض الجميع وأصبحوا في خندق واحد. وإن ثورة تشرين بإذن الله مستمرة حتى تقتلع هذه الوجوه الفاسدة التي تربعت والتي تسلطت في غفلة من الزمن وفي ظل ظرف الاحتلال على رقاب الشعب العراقي. هل هذه الجرائم أستاذ يحيى ستسقط بالتقادم؟ لا يمكن أن تسقط مثل هذه الجرائم والتي ترتكب بتعمد وبسبق إصرار ضد أبناء شعبنا، وخصوصا وهم في اعتصامات سلمية مطالبين بحقوقهم. لذلك جرائم في الحويجة وفي جامع سارية وفي غيرها كثير من هذه المواقف هي موثقة عند منظمات حقوق الإنسان سواء العراقية أو العالمية. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السنبل، شكرا جزيلا لكم.